النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: أسبوع حار في المملكة وأيضا كتلة هوائية حارة خلال الأسبوع الحالي، وهو الموضوع الرئيسي الذي سنتحدثه خلال هذه النشرة، وأيضا استمرار لهبوب الرياح الغربية بشكل يومي على المملكة. نبدأ نشرتنا أيضا باستعراض صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح خلو عموم منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأيضا منطقة بلاد الشام والمملكة من الغيوم. هذا ناتج عن امتداد لكتلة هوائية حارة وجافة عملت على عدم تشكل الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح في عموم تلك المناطق، باستثناء بعض المناطق المحدودة من السواحل السورية. ننتقل الآن إلى هذه الخريطة أو خريطة توزيع الأنظمة الجوية المسببة للارتفاع في درجات الحرارة، حيث تندفع نحو المملكة كتلة هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية اعتبارا من يوم الأحد، وتستمر خلال عدة أيام تعمل على الارتفاع في درجات الحرارة، ويسود الطقس بين حار وشديد الحرارة في عموم مناطق المملكة اعتبارا من يوم الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء على أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض مجددا اعتبارا من يوم الأربعاء مع استمرارها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع هبات الرياح المتوقعة من الأحد وحتى الثلاثاء، حيث يلاحظ استمرار لهبوب الرياح الغربية، لكن هذه الرياح الغربية ستكون نوعا ما رطبة في الطبقات السطحية من الجو، بالتالي ستعمل هذه الرياح على زيادة الإحساس بالحرارة خاصة مع تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة، وبالتالي الإحساس بالحرارة سيزيد مع ارتفاع نسب الرطوبة خاصة خلال ساعات النهار. أيضا هذه الرياح تشتد خلال ساعات الظهيرة والعصر خاصة بالمنطقة الشرقية، حيث تعمل على إثارة الأتربة والغبار بشكل محدود هناك. أنتقل إلى التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس صافي 23 درجة مئوية متوقع، وبالتالي درجة الحرارة ستكون أعلى من الليالي السابقة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال الثلاث أيام القادمة، نبدأ بيوم الاثنين المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، طقس حار 36 درجة مئوية الصغرى 23، يوم الثلاثاء 35 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 22، يوم الأربعاء انخفاض آخر على درجات حرارة مع استمرارها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. ننتقل في نهاية نشرتنا ننتقل إلى هذا الفيديو من جزيرة صقلية وتحديدا مدينة باليرمو، حيث تسبب هطول غزير الأمطار على مدينة باليرمو بجزيرة صقلية الإيطالية بسيول وفيضانات أودت بحياة شخصين وأغرقت العديد من المنازل. مع هذا الفيديو ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.